Hi, hello everyone. I miss you a lot. Today, inshallah, I'm gonna talk about job interview. هنتكلم عن job interview. لو عندك مقابلة شغل, إيه questions اللي ممكن تتقلك وإيه هي answers اللي ممكن تقولها. كمان لو في عندك parent meeting أو parent meeting اللي هي مقابلة أولياء الأمور. يعني في ناس كتير الفترة دي هتروح تقدم في مدارس عشان ولادها, تمام؟ فيبقى عندهم حاجة اسمها parent meeting اللي هي مقابلة أولياء الأمور, تمام؟ ايه الquestions اللي ممكن تتسألك وايه الانسرز اللي انت ممكن تجاوبها. طبعا هو التوبيك بتاع النهاردة ما يمنعش تماما انك لازم تقوي نفسك في الانجليش, لان الجوب انترفيو او البيرنت ميتنج هي بتبقى مجرد حاجة وقتية, بس انت اكيد هتحتاج الانجليش بعد كده. طيب يلا نبدأ التوبيك بتاعنا النهاردة. وايه هو اول question دارج جدا وكامن قوي وبيتقال كتير؟ number one, could you please introduce yourself? Could you please introduce yourself? يعني ممكن تقدم نفسك, or ممكن تقول بطريقة تانية. Could you tell me a little bit about yourself? Could you tell me a little bit about yourself? نقولها أبطأ شوية. Could you please tell me a little bit about yourself? ممكن تكلمني شوية عن نفسك. Okay. Could you briefly tell me about yourself? ممكن باختصار تكلمني عن نفسك. كل دي أسئلة ممكن معناها كلمني عن نفسك. طيب let's get started. يلا نبدأ. طبعا number one, you're gonna say your name. هتقول اسمك. I am, زي ما احنا متعودين, I am إمام مصباح, or my name is إمام مصباح. This is number one, I am or my name is. Number two, your age, سنك ايه. Okay, هتقول على طول السن بعدها. I am 28, I am 29, I am 34, I am 33, I am whatever. بقى المهم ايا كان سنك ايه, المهم هتبدأ تقول برضو I am. يعني في ناس كتير جدا بتغلط بتقول I have. طبعا ده wrong, الصح انك تقول I am. طيب number three, ودي مهمة جدا, your education يعني تعليمك ايه. التعليم ليه طرق كتير ممكن تعبر عنها, بس ال very common هما طريقتين. number one, ممكن تقول له I graduated from faculty of, وتقول اسم الكلية اللي انت اتخرجت منها. again, I graduated from, graduated يعني اتخرجت من, graduated from faculty of, وتقول اسم الكلية, faculty of arts, faculty of education, faculty of commerce, كلية التجارة, faculty of languages, or faculty of الألسن, or it depends, حسب بقى الكلية بتاعتك ايه. يبقى I graduated from faculty of, وتقول اسم الكلية. دي طريقة. الطريقة التانية الأسهل شوية, تقول I studied, أنا درست, وتقول الفيلد اللي انت درسته. I studied, وتقول المجال اللي انت درسته. أوكي, يبقى ممكن تقول I studied, وممكن تقول I graduated from, وتقول اسم الكلية. طيب number four, طبعا you work, الشغل بتاعك. لو انت اوريدي بقى بتشتغل وعندك وظيفة, تقول على طول الجوب تايتل بتاعك ايه. ممكن تقول مثلا I work as a teacher, I work as a teacher, لو انت مدرس. I work as a doctor, انا طبيب. I work as يعني طبعا there are a lot of jobs, في وظائف كتير جدا. بس على فكرة انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني في كل الجوبز اللي انتم ممكن هتحتاجوها ان شاء الله. هعمل لكم فيديو تاني في كل الديتيلز دي, تمام؟ طيب يبقى I work as a doctor, I work as a teacher, I work as a nurse, ايا كان تخصصك ايه. طيب ممكن بس تقول I work, ممكن تقول I am, يعني ممكن تقول I work as, or I am a teacher, I am a doctor, I am. يبقى I am هتحتاجها كتير قوي في الجوب انترفيو. طيب لو انت عندك بقى work experience, الwork experience ممكن تعبر عنها ازاي؟ طيب لو انت مثلا الexperience بتاعتك دي خلاص حاجة عدت عليك في الباست, فممكن تقول I worked اشتغلت في الباست. طب لو انت حاجة اشتغلتها وستيل لسه بتشتغلها هتقولها ازاي؟ I guess انا قلت لكم قبل كده فيديو, هتقول I have been working. التنس ده بالذات عشان بيعبر عن حاجة انت already اشتغلتها وستيل لسه بتشتغلها, تمام؟ فما اجي اتكلم عن نفسي اقول I've been working as a teacher for over 12 years. again, I have been working as, وتقول التخصص اللي انت بتشتغله, وتقول كمان عدد السنين اللي انت اشتغلتها لو انت عندك work experience. طبعا it depends و it differs, تختلف من شخص للتاني عدد السنين او عدد ال experience اللي انت خدتها. فهتقول I've been working as a doctor,
teacher for وتقول عدد السنين انت اشتغلتها كانت ايه for 3 years 5 years it depends يعني حسب بقى السنين انت اشتغلتها يبقى نعيد كام الاول بسرعه I am your name okay or your full name number 2 your age سنك ايه تمام number 3 ممكن كمان تقول انت ساكن فين I live in I live in I live in وتقول اسم المنطقه او اسم الشارع اللي انت ساكن فيه تمام I live in بعد كده نمبر 4 اللي مهمه جدا your education التعليم بتاعك اوكي قلنا I started or I graduated from تمام قلنا كمان ال work experience اللي هي خبرتك ايه في الشغل طيب ايه بعد كده ممكن بعد كده تتكلم بقى about your favorites الحاجات اللي انت بتفضلها دي بس عشان يعني تبين اللي قدامك ايه قدراتك اصلا في اللغه يعني مثلا ممكن تقول له I like reading I like swimming I like going out I like traveling انا بحب السفر دي بقى الفيفوريتس بتاعتك الحاجات اللي انت بتفضلها اوكي يعني you're free انت بقى براحتك في المكان ممكن تقول حاجات كتير جدا عن الفيفوريتس بتاعتك والحاجات اللي انت بتحبها طيب احنا كده اتكلمنا عن البيسكس كلها عن كل الاساسيات طيب لو انت بقى حابب تتكلم about your personality عن شخصيتك انت طبعا people differ الناس تختلف ولو جينا اتكلمنا عن الشخصيات هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني بيتكلم بقى فيه عن ازاي توصف شخصيتك تمام هيبقى فيه adjectives كتيره جدا في صفات كتيره قوي طب تعال مثلا نتكلم عن لو انت عندك job interview مهم قوي انك تقول I'm a hard worker I am a hard worker يعني أنا حد بيشتغل بجد I am a hard worker أنا حد بيحب الشغل تمام I am a hard worker حد بيشتغل بجد تمام دي طبعا من الصفات المهمة قوي اللي انت تتكلم بيها لو انت عندك job interview طب أنا يعني اختصرت في الفيديو ده أوكي ممكن إن شاء الله أعمل لكم فيديوز تانية related بالفيديو ده أوكي هتفيدكم إن شاء الله اللي عنده job interview او اللي عنده peer meeting ازاي تتكلم عن نفسك اكتر من كده تمام يا رب يكون فدتكم في الفيديو ده don't forget to like and share and subscribe my channel on youtube يلا see ya bye